سيدي ان شاء الله يعني اليوم انبسطت وتنسري شي جميل كثير، حتى كنت مرتاح نفسيا وقت كنت عم بتفرج. سكان سيدي سكان، في احلى من ذكر الله ومدح سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ما رح خبي عنك، يوم عن يوم انا عم بتعلق بالشام اكثر. يا سيدي والله انت الله بيحبك، هاي الشام مبروكه وطيبه ومحميه. ابو خضر انت متعلم دارس؟ والله يا سيدي انا مدرستي هي الدنيا. لانه اللي بيسمع كلامك بيقول انك مثقف ومتعلم. الحياه وخبرتها بتعلم، بعدين هدول ما بيضوا من شيء قليل سيدي. تصبح على خير سيدي. والله اسمع مني، خذ الاوتيل لانه الجماعه عم يستنوا منا خبر، يعني ما بدي اروح عليه. ايه ايه الموضوع ببالي. لك يا سيدي، لك والله نحن حبيناك والشام حفتك، انا بدي اياك تبقى عنا طول عمرك وزمانك. وانا متمني هالشي بس لسه الظروف ما سمحت. طيب سيدي لقلك. ابو خضر تصبح على خير. وانت من اهلهم سيدي؟ ليش ما عم تصبح معي؟ مدري ليش حاسس بالذنب تجاه الكولونيل. إن شاء الله بتقبر قلبي، وليش لحتى تحس بالذنب؟ موضوع وخلصنا منه. ظني بيقول لي يا شفيقة أنه الرجال بأيام بالشام يعني عنده أمل لسه. يو، إيه في 100,000 شاب من ديننا وطينتنا بيتمنوها لمريم. ها مايك، اليوم المولد حسيت بعيونه في عتب ورجل وتمني. وليش بقى لحتى يعتب ويترجع؟ شغلة مو بإيدك. صحيح، بس شو بدنا نعمل؟ الزلمة ترك بلده وقعد هون، بعدين ما تنسي وقفته معنا، ترك كل المغريات اللي ممكن تكون لمستقبله بفرنسا وقرر يعيش بيناتنا ويساندنا. نحنا كمان لازم نوقف معه ونسانده طالما قرر يعيش ببلادنا. والله الحق معك يا رجال، بس شو طالع بإيدنا؟ هيك شرعنا وهيك ديننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من وقت المولد وانت مالك على بعضك، صفنانه وشارده. ايه ما بني شيء، يعني تعبانه شوي من عجقه المولد. لك اختي انا ما بعرفك، تقبريني والله حاسه انه فيكي شيء، قليلي احساسك مو محله. يلا اختي ما بدك تنامي، تصبحي على خير. تصطفلي لا تحكي. Thank you.
عماد؟ يا ام عماد؟ ايوه ايوه ليك ليك ها شحني شحني اجي امرني اعتبرني. جاوبيني بسرعه. هلا انتم المسلمين ليش ما بتزوجوا بناتكم لديانات تانية؟ يا ما بعرف. معقول ما بتعرفي؟ معقول ونص. كل شي بعرفه إن الدين ما بيسمح. إذا كان بدها اسأل شي عالم بالدين أو شي شيخ. بون بس وين بدي لاقي عالم بالدين؟ يا بالجامع الأموي. بالجامع الأموي بس بدك تدير بالك ها بجوز يسألك ليش وشو السبب. وبرأيك شو السبب؟ أنا رأيي من رأيك والشي اللي بريحك اعمله. بس شو بدي قلك يعني هلأ هو البني آدم كم مرة بيعيش بالدنيا؟ مرة واحدة مزبوط ولا مو مزبوط؟ ومثل ما بيقول المثل نياله اللي بيعيش وبيموت بالشام نياله. سيدي أنا رأيي خلينا نصل لعمته بعد أوتيل ندفع له هالرابون ونخلص من هالشغلة. تركني من موضوع الأوتيل في عندي شيء أهم. بعدين يا أبو خضر الأوتيل يمكن مباع. لا 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 سيدي موجود ما مباع. شو عرفك أنت؟ سيدي ما بدي أكذب عليك أنا رحت لعن صاحب الأوتيل قلت له لو أجا زبونات يستنى علينا كم يوم لأنه الزبون اللي جايب له يا أنا كتير أكابر ومهم. طيب وكيف بتصرف بهالطريقة بدون ما تاخذ موافقتي؟ لأني بحبك سيدي ما بدي أبقى تترك الشام. بس يا أبو خضر. لك يا سيدي الشام كتير حنونة وبتحبها وبتدللها مو كل ساعة الواحد بيلاقي مين يحبه ويدلله ويعزه. بصراحة يا أبو خضر أنت رجل كتير ودود وطيب وأنا سعيد أني تعرفت عليك بس أنا قبل ما كنت حاسس بهالشي. الله يطول عمرك يا سيدي. ليش انت بهداك الوقت كنت حاسس بحدا ولا شايف حدا؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة وقت كنت رجل أمن كنت كتير غليظ وما بتنحب. عن جد؟ والله عن جد سيدي عم حاكيك. يعني بهداك الوقت كنت قاسي كتير قتل الزلمة عندك كأنك عم تقتل دبانة. أنا ياما وقفت قدامك وركبي عم ترجف. معقول؟ اي نعم سيدي معقول. بس يعني اللي محيرني انا شلون الله هداك وانقلبت هالقلبة ما بعرف. بصراحة يا ابو خضر انا ما رح خبي عنك ابدا لانك صرت قريب مني كثير. مريم مريم احلى واروع بنت شفتها بحياتي. صدقني هالبنت هي الطاهرة الشريفة بنت العيلة ما في منها بالدنيا. وانا كرمال مريم عم فكر بباب الشام. سيدي مشان الله ريحني فكرت ولا قررت؟ امبارح بالليل قررت بباب الشام. عن جد عم تحكي سيدي؟ ايه الله يحقق مناك. خلينا نمشي على الاوتيل سيدي. لك تركني من موضوع الاوتيل هلا في شيء اهم. لوين شو الاهم؟ خبرك على الطريق اطلع. امرك سيدي مثل ما بدك. بعد ما لقطوا يا سبوحي ضربوا. ليش ضربوا؟ ليش ضربوا؟ ولك قلت لك ليش ضربوا لأنه لقطوا عم يبصبص على الحريم. يا باطل. أيوة. والأكتر. مرحبا خالي. أهلين خالتي محسان. أهلين وسهلين. أهلين خالتي محسان. أهلين خالتي. لهلأ معلمكم ما رجع من حلان؟ لا والله يا خالتي لسه ما رجع. والله طول كتير. أيوة والله مزبوط. نحن كمان مشغول بالنا عليه كتير يا خالتي محسان. الله يرضى عليكم. بس رجع أو سمعتوا عنه أي خبر بتخبروني. أمرك خالتي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا لكم اسمي أنا هون أعطوني الخبزات. مرحبا يا خالتي. بسرعة تفضل. عليك شو بتسوي الوش من هون؟ تازة وسخنين هلأ طلعوا من الفرن. تفضلي خالتي. يعيشوا هالديات. يسلموا. أهلين وسهلين. صحة وهنا. أهلين وسهلين. طامي طامي بونجو. صباح الخير شيخنا. تحيتنا السلام يا ولدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلا بالجلوس فهذا بيت الله وأحب الأمكنة إليه. تفضلا.
هل من حاجة تودان أن أقضيها لكما؟ هذا شرعنا وهذا ديننا يا ولدي. يعني لهذا السبب؟ بل هذا أهم الأسباب. ويلي بيؤمن بديانتكم ونبيكم؟ من آمن بنبينا وديننا فقد اعتنق الإسلام. الإسلام يا ولدي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن لا تفرق بين أحد من رسله، والسمع والطاعة فيما يرضي الله، مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. سمعت هذا الكلام من مريم. ومن تكون مريم؟ مريم بنت شامية، هي اللي علمتني دينكم وأخلاقكم وحضارتكم. بارك الله بك يا ولدي، ولكن ما شأن مريم هذه بحديثنا؟ مريم هي البنت اللي بدي ارتبط فيها. ولكن هناك الكثيرات من الأخوات المسيحيات اللواتي يتمنين أن يرتبطن بشاب وسيم مثلك. ثم اعلم أنه لا فرق كبير بين الدين الإسلامي والدين المسيحي، والديانة المسيحية ديانة سماوية منزلة ولها عندنا كل الاحترام. بس أنا ما بدي غير مريم، ومستعد أعمل أي شيء من شانها. ولكن عليك يا ولدي أن تحذر، فدخولك إلى الإسلام يجب أن يكون عن عقيدة ثابتة ويقين قلبي صادق، لا لأجل أغراض دنيوية زائلة. وشو لازم أعمل؟ هل تسمح لي أن أرافقكما بزيارة قصيرة، وبعدها افعل ما تريد والله يفعل ما يريد. تفضل على بركة الله. إذا كانت هي رغبتك يا ابني وكلنا بنؤمن بالرب الواحد فلا مانع يا شيخنا. بارك الله لنا بكم يا أبانا. بجوز هالشي يخلينا نقدر نقرأ بعضنا بشكل أعمق، والأهم من هالشي كله هو استمرارية توحيد الرب الواحد بكل الأديان السماوية. هذا الشيء اللي بنتمناه كله يا أبي. الله يبارك فيك يا ابني. شكرا يا أبونا. بالتوفيق. حفظك الله. برعاية الله. برعاية الله. تفضل. اسمع يا ولدي، هذا كتاب الله، القرآن الكريم، اقرأه بمعان، واقرأ الإنجيل أيضا. إن دخولك إلى الإسلام يجب أن يكون عن عقيدة ثابتة ويقين قلبي صادق. ثم اعلم أنه لا فرق كبير بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية، فكلاهما دين سماوي. أكيد أكيد. وأهلا وسهلا بك في المسجد في أي وقت، حتى وإن بقيت على دينك فهذا بيت الله وبيته مفتوح للجميع. شكرا. وعليكم شكرا. السلام شكرا. ورحمة شكرا الله شيخنا. وبركاته شكرا. وعليكم السلام. شكرا. بارك الله فيكما.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اتأخر مع الجماعة. إيش؟ كمر علي. والله كأنك أم العروس أنت. تأخرنا شو صار؟
عني مغير الأحوال يا أبو مريم. ماني مصدقة، ماني مصدقة إني رح شوف مريم قاعدة على الأسكي. يلا عجل كم مشان شوفيها قاعدة على الأسكي. يلا عجل العين. شرفي. يلا. يا مال الشام، يلا حبيبتي الله يرضى عليكي تأخرنا، لازم نروح على بكير لنلاقي محل لأنه كل أهل الشام معزومين على هالعرس. جيت هذا شحن. يلا حبيبتي يلا. بيني وبينك ماني مصدقة أنت أشوفها مصمودة على الأسكي. تقبري قلبي. شو شاطه إلا لابستي؟ لا لا ولا لا يا بلا ذهب والغاء. الله أكبر يا وطن يوم الوغى نندح نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والغاء. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي. سلم عليك.